أحسن الله إليكم. هذا طلال من جدة يسأل بارك الله فيكم، يقول هل يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل؟ نعم، إذا كان كفؤا لها، إذا كان هذا الرجل كفؤا لها في دينه وفي صلاحيته لها، فلها أن تعرض عليه أن يتزوجها ولو بواسطة شخص توصيه أن يقول له كذا وكذا، هذا شيء طيب. نعم.